شكرا للتوفيق. الله يسلمك. نمضي ونتواصل معكم مشاهدينا الاعزاء عبر الصباح الشروق كثير جدا من الفقرات في انتظار حضراتكم. النيل الازرق تراث البلد واحده من التقارير والبعد الجاهزه لكم اليوم من خلال صباح الشروق. نتابع. ولاية النيل الأزرق ولاية تعتبر مزيجا من زنجية مكونة لخليط عربي عبر التداخل والتزاوج ومختلف الأشكال الاجتماعية. لها جاذبية وقبول للآخر، كون النسيج المجتمعي للولاية التي تحوي أكثر من 30 قبيلة بلغاتها ولهجاتها وثقافاتها وتراثها. من هذه القبائل قبيلة البرتا التي تتمركز بمحلية جيسان وأجزاء من محلية القرمك والروسيرس والدمازين، وتمتد حتى الأراضي الإثيوبية وصوصة وبربر وغالبية إقليم بني شنغول بإثيوبيا. تتميز قبيلة البرتا بمسميات تبدأ بحرف الفاء الذي يعني الرجال، كأن تقول فامكا، فامدودو، فاقشن، فاقنشر، فامرمز، وفاكشنكرو، وهي تعني رجال مكة، رجال مرمز، رجال فاقنشر، وإلى آخر الفاءات التي تسمى بها مناطقهم. لغة البرتا تأتي بعد اللغة العربية بالولاية لسهولتها وانتشارها وسط القبائل الأخرى بعامل التزاوج والتداخل. قبيلة البرتا بالنيل الأزرق كغيرها من القبائل لها عاداتها وتراثها وفولكلورها الذي يتناسب مع حياتهم اليومية والموسمية، إذ يعتمدون على الأزبار والكجور في الزراعة والحصاد. فالكجور شخص يعتقد فيه البركة والشفاء، ومكانته سامية وسط القبيلة، حاضر في مناسباتهم. كل مناسبة لها طقوسها وكجورها وعاداتها، وكذلك أغنياتها الشعبية التي لا تخرج عن مضمون الحدث بأية حال من الأحوال وتتداخل معه بترتيب بديع. الزراعة حرفة رئيسية لهذه القبيلة، مع تربية الماشية في صورة تجسد معنى التكافل بينهم وقبولهم للآخر. وتتضح معالم لوحتهم المترابطة بصورة أكثر وضوحا في فصل الخريف، حيث النفير الذي يعني توحد الجماعة وتكاتفهم لنظافة الزراعة وإعانة من لا يقدر على مجابهة العمليات الزراعية لوحده. كل ذلك وأفراد القبيلة من الأهل والجيران حاضرون يمدون يد العون والمساعدة بلا من ولا أذى. وتعظم هذه المعاني بعدم الاكتفاء بالعمل فقط، بل تتعده إلى المساهمة في مستلزمات النفير من شاي وبن وسكر ومستلزمات طعامهم. وهنا تبدأ قصة عشق متوارث ما بين الإنسان والأرض، والحب والحب يعبر عنها فرحا طربا ورقصا بإيقاعة تحث على الحماس والعمل. المرأة عموما بالنيل الأزرق تمثل ركيزة مهمة في الحياة، والمرأة التي تنتمي لقبيلة البرتا لا يقتصر دورها على تربية النشء والعناية بهم، فهي تقاسم الرجل الزرع والمرعى وإعداد كل ما يلزم تجهيزه نجاحا للرجل، زوجا أو أخا كان أو حتى منتميا للقبيلة ترتبط به كارتباطه بالأرض والقبيلة. التراث الذي حواه المؤتمر التأسيسي الأول لقبيلة البرتا قليل من كثير تملكه، يدعو للتعايش السلمي وإشاعة السلام والوحدة التي تجمع كل قبائل الولاية الغنية بتراثها وثقافاتها.